رابط الناس النمره الاخيره النمره الاخيره عشان الناس تقعد ده ختام التقرير التقرير في التقرير البديع الحقيقه هذا التقرير البديع لان انا بشوفه اقرب لفيلم تسجيلي جيد جدا عن هذا عن ذي الظاهره في التقرير ده في بيتقال كلام مباشر بيرصد حاجات بيجاوب على حاجات بيقول مثلا انه في على اليوتيوب مشاهدات عدد مشاهدات ناس بتصور افلام عشان تحطها على اليوتيوب فيعمل مشاهدات اكتر فيجيله فلوس تحولت الى نوع من التجاره تجاره ابتذال زيها زي افلام البورنو ايه الفرق انا بتاجر بفيلم عارف انه هيجيب فلوس كتير لانه فيلم عاري وده نوع اخر من العري ونوع اخر من الابتذال مساله تجاره الافيهات او الاسقاطات اللي حضرتك اشرت ليها اتقالت هنا تليفوني مش تليفوني انتوا بتاخدوا فلوس على اليوتيوب على اللي بينزل على لا انا يعني لما صورنا بغني حضرتك ده فيلم بورنو ده بيحصل مع الجماعه بيتكلم عن حاجه ثانيه مش هتفسر بس الكلام اسال بس المصور عشان حضرتك المفروض مصورين بيتلاقوا على اليوتيوب ده ايه شوف تحتها كده عدد المشاهدات عدد المشاهدات والالفاظ اللي بتتكتب عليها وكل ما تكون الايحاءات والالفاظ وال بتزيد على المشاهدات واللبس كل ما كان العنوان ساخن العنوان ساخن كمان المسؤول عن الكلام ده يتحاسب عليه كاميرا خاصه بتطلع مثلا عارفه ان في فرقه زي مثلا استاذ محمد حميد فرقه كبيره بيجي وراها ناس كتير بيجي عليها نمر كتير بيطلع بكاميرته خاصه يطلع يصورها انا كوحده فيديو عمري ما ارفع مقطع فيديو الا باذن صاحبه يعني معلش في الكلمه في بعض الناس او بعض الزملاء كفنانين بيتصل فيها مثلا لقى فيديو بتاعه وشكله وحش فيه او غنى فيه كويس وحش لو سمحت يا استاذ سيد اشتري الفيديو ده من عندك من على القناه عشان خاطر ده بيسيء لي او صوتي فبشتغله له طيب الفيديوهات اللي انت بتنزلها على مين بياخد فلوسها انا اللي باخد فلوسها لان ده شغلي ده شغل على اليوتيوب انا بعمل اعلان لنفسي بناء عن طلب الزبون طب ما انت حط عنوان بصراحه حط عنوان شكله ايه لا العنوان اللي بحطه عنوان ساخن جدا عشان يجيب مشاهدات لا حضرتك لا هو كل واحد هيقول لك مش انا يا استاذ وائل يعني كل ما بتزيد الكلمات السوقية والإباحية وكل ما الإسقاط الجنسي يكون مش إسقاط يكون واضحا ومباشرا أحيانا تمام بتزيد فلوسك حضرتك احنا ما بندورش في النقطه دي انا بكلم انا برفع مقطع ما بتدور على انت بتدي حكم للناس يعني مش بدي حكم حضرتك يا استاذ وائل ما بديش حكم بس حتى خليني اخبط دماغي في الحيط لا انا ما بديش حكم لحد انا حضرتك كل ما بدورش على امال بتحط هتحط صاحب الليله نفسه بيطلب من الفيديو مين صاحب الليله نفسه اللي هو متعاقد معايا اللي هو صاحب الفرح يعني. نفسه اللي متعاقد معايا واعطينا اجر في الليله هو اللي بيديني الاذن والفلوس بتقول بتجي لك انت تمام حضرتك ما انا بقول لكش طيب. لا وما انكرهاش تكسب كويس كل ما تكون الملابس اشد خلاع واكثر خلاع حضرتك تكسب كويس كل ما حضرتك تكون الكلام ده الاسقاطات الجنسيه هل تمام. تتغذى تمام. هل تتغذى على لحم الراقصات وعلى قيم المجتمع حضرتك خد اسم القناه بتاعتي ودور فيها لو لقيت فيها الكلام اللي حضرتك بتطلبه وما انا بقول لك انا ليا قناه خاصه امال هلاقي فيلم في رقابه على الفيديوهات والحاجات دي هتلاقي حضرتك الفرح اللي كان متصور اكتر من كده ما فيش لا في اسقاط ولا في كلام خارج ما هو مش مش محتاج اسقاط مش محتاج اسقاط طيب انا طلب صاحب الليل اداره مسرحيه